أحرق متظاهرون عراقيون صوراً للمرشد الإيراني السابق الخميني في شارع الزهراء في محافظة البصرة ورددوا شعارات منددة بإيران. يأتي ذلك مع تجدد المواجهات مع قوات الأمن التي اعتقلت عشرات المتظاهرين، وطلب المتظاهرون بإقالة المحافظ في حين أعلنت السلطات حذراً للتجوال من الساعة 11 مساء إلى 5 فجراً بالتوقيت المحلي للعراق.